بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، حاجة من الموست كومن ديزيزز أو كيسز اللي بنقابلها. هنتكلم عن دايابيتس ميليتس أو مرض البول السكري. إن شاء الله اللي هتشرح لكم الديزيز ده دكتورة نهى عباس، اسيستنت بروفيسور اوف كلينيكال فارماكولوجي ديبارتمنت فاكولتي اوف ميديسين زجزجي يونيفرستي. بنتكلم دلوقتي عن الدايابيتس ميليتس او مرض البول السكري. قبل ما هنبتدي نتكلم عنه هنتكلم عن الاندوكراين بنكرياس. عندنا البنكرياس من اهم الاندوكراين اورجانز الموجوده في الجسم. عندي 5 تايبس اوف سيل موجودين في البنكرياس. الالفا سيل اللي بتفرز الجلوكاجون هرمون، ودي تقريبا 20% من التوتال سيلز في البنكرياس. البيتا سيل اللي عارفينها كلنا اللي بتفرز الانسولين وبتفرز معاه الاميلين والسي بيبتايد، وهنعرف بعد كده ان السي بيبتايد ده جزء من الانسولين اصلا. عندنا فيها الدلتا سيل ودي بتفرز السوماتوستاتين. السوماتوستاتين او سوماتوستاتين ده يونيفرسال انهبيتوري هرمون في الجسم، انهبيتوري على حاجات كتيره جدا في الحاجات اللي بتفرز جوه الجسم، منها كمان الانسولين والجلوكاجون. البولي بيبتايد سيل دي اللي بتفرز البنكرياتيك بولي بيبتايد، وده دايجستيف انزيم في الدايجستيف بروسيس. وعندنا الجي سيل اللي بتفرز الجاسترين، عارفين طبعا الجاسترين وسمعنا عنه في البيبتيك ألسر. طيب ايه هو الدايبيتس ميليتس؟ كل كلمه في التعريف بتاع الدايبيتس لها اهميتها. كرونيك ميتابوليك ديس اوردر، كرونيك يعني ما بيتعالجش، او مش ما بيتعالجش، ما بيخفش. هو له علاج طبعا، انك بالدواء الجلوكوز متظبط، السكر متظبط، يوقف الدواء خلاص انتهت القصه. ده وذ اكسبشن للحاجات اللي بعد كده هنقولها اللي هو السكندري والجستيشنال، ماليش دعوه بيهم. لكن وانس العيان ديفلوبت دايابيتك فهو كرونيك ديس اوردر. ميتابوليك لانه بيضرب الميتابوليزم، الفات والبروتين والليبيد ميتابوليزم. ديو تو ريلاتيف اور ابسوليوت انسولين ديفيشنسي، زي ما هنعرف بعد كده في انواعه، ان انواعه يا اما ابسوليوت انسولين ديفيشنسي ما عنديش انسولين خالص زي تايب 1، او ريلاتيف انسولين ديفيشنسي يعني الانسولين ممكن يكون موجود والريسبونس بتاعه قليل، او الكميه بتاعته قلت عن الطبيعي، يعني موجود لكن كميته اقل، وده الكلام هنقوله بعدين ان شاء الله. كاركترايزد باي سستيند ابنورمال اليفيشن اوف ذا بلاد جلوكوز ليفل، يعني هايبر جلايسيميا. وللاسف لان هو ميتابوليك ديس اوردر فيبقى كمان معاه هايبر ليبيديميا كيتو اسيدوزس، ده في السيفير ديفيشنسي اوف انسولين. يبقى احنا دلوقتي الدايابيتس ده كرونيك ميتابوليك ديس اوردر، كرونيك ديزيز وبيضرب الميتابوليزم، سببه يا اما ما عنديش انسولين خالص ابسوليوت انسولين ديفيشنسي او ريلاتيف انسولين ديفيشنسي. اتكلمنا دلوقتي عن بنتكلم دلوقتي عن الكلينيكال بيكتشر بتاع المرض ده. طبعا احنا عارفينه كلنا من كتر شيوعه في العالم كله مش بس في مصر، ان الويت لوس البوليديبسيا بولي يوريا اند بولي فاجيا. الويت لوس العيان اللي بيخس من غير سبب في الغالب رقم واحد بنفكر في الدايابيتس. بوليديبسيا العيان ده بيعطش جامد، بولي يوريا بيدخل الحمام كتير، وبولي فاجيا بياكل كتير ورغم كده بيخس، يعني بياكل ورغم كده بيخس بنفكر رقم واحد طبعا في الدايابيتس. بس عايزه اقول حاجه، ان مش شرط ان الحاجات دي اشوفها عشان اشخص الدايابيتس. احيانا العيان بيكتشف اكسيدنتال، ان بعد عارفين كده لها كرايتيريا معينه الاي دي اي منظمه الامريكان اسوسيشن بتاعه الدايابيتس، قالتها ان العيان ده لو اكتر من 45 سنه وما فيش بوزيتيف فاميلي هيستوري لازم يحلل كل سنه، لو في بوزيتيف فاميلي هيستوري قبل ال 40 هي حاجه كده كرايتيريا لازم العيان يحلل في الفترات دي. احيانا بتكتشف اكسيدنتال من غير كلينيكال بيكتشر خالص. طيب ايه هي الكلاسيفيكيشن بتاعه الدايابيتس؟ ايه انواع الدايابيتس؟ طبعا اشهر واكتر اتنين بنقابلهم في الحياه تايب 1 دايابيتس ميليتس اند تايب 2 دايابيتس ميليتس. دي الاسامي الثانيه اللي ممكن تلاقي الناس لسه بتستخدمها، كل فتره كده بيبتدوا يغيروا الاسامي. كان زمان بيسموا تايب 1 الجيفنايل دايابيتس ميليتس، جيفنايل يعني في الاطفال، جيفنايل اونست يعني بيبدا في سن صغير، او كان فتره برضو جم سموه بعدها انسولين ديبندنت، لان طبعا العيان ده ما بيخفش الا بالانسولين. لكن التسميه الجديده دلوقتي تايب 1، وكمان ال1 مش بتتكتب لاتيني كده، لا بتتكتب 1 حسابيه زي ما احنا شايفين. هي مسميات كلها بتشير الى النوع الاول من السكر اللي هو تايب 1 انسولين ديبندنت دايابيتس، اللي بيبقى فيه كومبليت انسولين ديفيشنسي، كومبليت ديستراكشن لخلايا البنكرياس، ما عنديش انسولين خالص في الجسم ولازم هذا التايب بعالجه بانسولين. تايب 2 هو عباره عن حاجتين،
انسولين ريزيستنس او انسولين ديفيشنسي او ريلاتيف انسولين ديفيشنسي. يعني ايه ريلاتيف انسولين ديفيشنسي؟ يعني ممكن يكون عندي الانسولين موجود وبكميه كبيره كمان لكن مش شغال. ده بسميها يا اما انسولين ريزيستنس، الريسبتور اللي شغال عليها او البوست ريسبتور ميكانيزم، كل ده هيتشرح تاني برضو، فيهم مشكله، او قلت كمان السكريشن شويه مش راح خالص، يعني موجود بس قليل. زي المفروض يعني العيان ده يفرز 20 بدأ يفرز 12، فهو قليل بس موجود. لكن تايب 1 ما عنديش اصلا. تايب 2 له اسامي كتيره، ادلت اونست لانه بيبدا في الكبار، نون انسولين ديبندنت لانه طبعا بيتعالج بالاورال هايبوجلايسيميك دراج مش بالانسولين، بيستخدم الانسولين في ظروف معينه، او دلوقتي التسميه بقت تايب 2 حسابيه كده. ايا كان ده بيشير للنوع الاول وده بيشير للنوع الثاني من السكر. عايزه اقول حاجه برضو، ما عادش دلوقتي في برود لاين، بمعنى ان كان زمان تايب 1 ده بيحصل في الاطفال وتايب 2 ده بيحصل في الكبار. للاسف بدانا نقابل دلوقتي اطفال عندها تايب 2 من كتر الحلويات والحاجات المضره اللي ممكن تضرب الانسولين، ودي بقت حاجه لافته جدا للنظر. طيب دي مقارنه لتايب 1 وتايب 2، ده انسولين ديبندنت وتايب 2 نون انسولين ديبندنت. ده في الغالب اقل من 30 سنه، ده اكتر من 30 سنه. قلنا الايتم ده ما تعتمدش عليه تشخيصيا، الفيصل ان انا هقيس الانسولين او السي بيبتايد في الدم اشوفه نسبته قد ايه عشان اقدر احدد. طبعا الانسولين ديفيشنسي تايب 1 في سيفير، الثاني مودريت. الكيتوزيس اللي هي الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس، ما نعرف بعد كده هنقول ان الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس دي مرتبطه بوجود الانسولين. لو الانسولين موجود هتبقى مش موجوده، الانسولين مش موجود هتبقى موجوده، فبالتالي هي تحصل مع تايب 1 ما تحصلش في تايب 2، ممكن تحصل في تايب 2 بس فيري رير مش ابسنت. الايزلت سيل انتي بوديز ده في الغالب موجوده طبعا، دي بتكسر البنكرياس، موجوده في النوع الاول. البادي ويت برضو دي ما تعتمدش عليها، في الغالب عيان تايب 1 نون اوبيز، وفي الغالب 90% من العيانين بتاع تايب 2 اوبيز، لكن لا تعتمد على هذه البوينت. ممكن يجي لك عيان اوبيز ويبقى تايب 1، ويجي لك عيان رفيع ويبقى تايب 2. الفيصل عندي في قياس الانسولين اند السي بيبتايد. طيب العلاج طبعا باين من الديفيشنسي. تايب 1 ما عنديش انسولين، لازم الانسولين ده لايف سيفنج مانداتوري. تايب 2 عندي شويه، فنوت نسيسري ان انا اديه انسولين، ممكن اديه له في سيرتن سيركمستانسز زي ما هنعرف ان شاء الله بعد كده. طيب مع تايب 1 وتايب 2 اللي احنا قلناهم فيه نوعين تانيين، تايب 3 اللي هو السكندري دايابيتس، ده نتيجه لديزيز او حاجه في الجسم ادت الى امباكت على البنكرياس والانسولين، زي البنكرياتايتس، في التهاب في البنكرياس. انا ما عنديش مشكله في الانسولين ذات نفسه، عندي مشكله في البنكرياس كله، او بعض الدراجز زي الاميونو سابريسيف بتقلل على الانسولين سكريشن، الالفا 2 بتقلل الانسولين سكريشن، الجلوكاجون لو العيان بياخد جلوكاجون لاي سبب، الكورتيكوستيرويد الستيرويد لو العيان بياخده لاي سبب، ده ممكن يعمل لي سكندر دايابيتس. بمعنى اني لو وقفت الكوز بتريفرس الكونديشن تماما ويرجع الانسان سليم، فده سكندري نتيجه لكوز. النوع الرابع اللي هو جيستاشنال دايابيتس ميليتس او سكر الحمل. ليه بس امتى بسميه سكر الحمل؟ لو الست كانت عاديه خالص واول اكتشاف للسكر كان في اثناء الحمل. الست دي في الغالب بيروح بعد الولاده، او نسبه منهم حوالي 5% منهم بيكملوا دايابيتك بعد الولاده، لكن المشكله الاكبر ان هذه السيده حتى لو راح منها السكر بعد الحمل في خلال 5 ل10 سنين هتقلب دايابيتك على طول في مرحله من مراحل حياتها. وده نتيجه لايه جستيشنال دايابيتس؟ ده نتيجه لان البلاسينتا بتفرز انتي انسولين هرمونز. الهيومن كوريونيك جرادوتروبين اللي بيطلع من البلاسينتا ده بيعلي السكر، الانتي انسولين هرمون دي ممكن تدخلي العيانه في الجستيشنال دايابيتس ميليتس. طيب الرسمه دي بتوضح لنا تايب 1 وتايب 2. لاحظوا الانسولين اللي هو الجزيء اللي هو البيربل المنقط ده، ده الانسولين. شوف تايب 1 يكاد يكون ما عنديش، ثلاث اربع جزئيات كده كانوا لسه تايهين في السكه قبل ما البنكرياس يبتدي ينتهي تماما، لكن شوف عندي تايب 2 دايابيتس الانسولين قد ايه؟ كتير، حتى شوف هنا ده منقط يعني بينتهي، جزيئات انسولين ضعيفه جدا، لكن ده انسولين، انسولين صحيح وصريح وواضح. طيب ده مشكلتي خلاص ان انا ما عنديش انسولين عشان يشتغل على الريسبتور، لكن هنا مشكلتي ان الانسولين موجود وبكميه كبيره كمان، لكن ممكن تكون المشكله في الريسبونسيفنس بتاع الريسبتور للانسولين او البوست ريسبتور ميكانيزم، الحاجات اللي جوه الخليه مش عارف يطلعها عشان يشتغل، يبقى ممكن تكون المشكله في الريسبتور او في السنسيتيفيتي للريسبتور اللي هي مسك فيها لكن مش عارف يشغل الحاجات اللي تحتيها.
طيب ده جزيء الانسولين بيتكون من تو بولي بيبتايد تشين، بروتين بولي بيبتايد تشين يعني بروتين، اتنين تشين بروتين، تشين اي وتشين بي كونكتد باي داي سلفويد بونز، داي سلفويد بونز. طيب حته اعتراضيه كده، ان البيتا سيل احنا قلنا بتفرز الانسولين والسي بيبتايد والاميلين، الاميلين ده بولي بيبتايد بيشتغل اكشنز سبحان الله بتحفز عمل الانسولين، ديلي الجاستريك امتي يعني بيقلل تفضيه المعده. بمعنى ايه؟ اللي هيقلل تفضيه المعده ده هيرفع البلاد جلوكوز بسرعه بعد الاكل ولا ببطء؟ طبعا ببطء، المعده بتفضي ببطء يعني الامتصاص هيبقى ابطا، يعني طلوع الجلوكوز في الدم ابطا. وكمان بيموديوليت الانسولين والجلوكاجون سكريشن، بيزود الانسولين سكريشن وبيقلل الجلوكاجون سكريشن، وده اللي خلانا نفكر في علاج للديابيتس بدواء اميلين انالوج اسمه البراميلينتيد. البراميلينتيد ده اميلين انالوج بس ضعيف، يعني ما بيستخدمش لوحده، هو بيشتغل بميكانيزم ضعيفه، فبالتالي ما اعرفش استخدمها لوحدها. ممكن استخدمه بس ادجوفنت للانسولين في الديابيتس، بيتاخد سبكوتينيوس. عايز اقول لك حاجه من هنا ورايح، اي دراج استيميوليت الانسولين سكريشن لازم يبقى الادفيرس افكت بتاعته رقم واحد هايبوجلايسيميا، وده الادفيرس افكت الاولانيه فعلا في البراميلينتيد. طيب دي بقى الميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين، الميكانيزم اوف سكريشن اوف انسولين، ازاي الانسولين بيتفرز من البيتا سيل اوف بنكرياس. دلوقتي بنتكلم عن الميكانيزم اوف انسولين سكريشن، ازاي الانسولين بيتفرز جوه الجسم. اولا احنا عارفين ان عندي الانسولين عشان يتفرز في بيزل انسولين، في انسولين طول الوقت موجود، سواء بتاكل ما بتاكلش، صاحي نايم قاعد شارب قايم قاعد، في بيزل ليفل من الانسولين بيطلع جوه الجسم، ده مهم جدا. ليه؟ ده ميتابوليك هرمون، انابوليك هرمون بيأثر على الميتابوليزم في كل الخلايا، فوجوده مهم في كل الاوقات والاحوال، بس بيزل ليفل صغير كده على طول كونتينيوس. وفي بقى بيكس بعد اي اكل بتاكله، لو كلت مره البيك بعد الاكل بمره، لو كلت 3 مرات بعد كل اكله في بيك. الناس الاوبيز او اللي بياخد كالوريك انتيك عالي لو كل مثلا 10 مرات كل مره بعدها بيك من الانسولين، عشان كده ده اكس هوست البنكرياس، ده بيستهلك خلايا البنكرياس، بيخلي كل مره يطلع انسولين، كل مره يطلع انسولين. كمان الكميه اللي بيطلعها، لو واحد خد مثلا 10 جرام كربوهيدرات هتطلع انسولين، سي مثلا الارقام طبعا تقريبيه مش صحيحه، خد 10 جرام هتطلع 100 انسولين، طب خد 80 جرام هتطلع 800 انسولين، ده برضو اجهاد للبنكرياس. يبقى كميه الاكل الكتير وعدد المرات الكتير بيأثروا على الانسولين سكريشن. اللي عايز اقوله ان الانسولين في الجسم بيتفرز بيزل وبيتفرز بعد الاكل. طب بيتفرز ازاي؟ سواء كان بيزل او كان بعد الاكل، وجود الجلوكوز مهم جدا لافرازه. الجلوكوز بيجي يدخل عن طريق خلايا البيتا سيل في البنكرياس بجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2، من اسمه جلوكوز ابتيك ترانسبورتر، ده اللي بياخد الجلوكوز وبيترانسبورته جوه الخلايا. بيتاخد الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2، بياخد الجلوكوز بالابتيك ترانسبورتر 2 ده يدخل جوه الخليه، يلف سايكل في الميتوكوندريا ويطلع لي الاي تي بي. الاي تي بي او الادينوزين ترايفوسفيت ده في بوتاسيوم تشانل موجود على البيتا سيل والبنكرياس اسمها اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل، دي بتحس بوجود الاي تي بي تقوم عامله ايه؟ مقفوله. وعارفين ان قفله البوتاسيوم تشانل ده يعني ايه؟ يعني دي بولاريزيشن، يعني الخلايا كان حصل فيها ستيميوليشن، تقوم تشغل ستيميوليت الفولتج جيت الكالسيوم تشانل ويدخل الكالسيوم ويعمل ريليز للانسولين او سكريشن للانسولين. الرسمه اللي موجوده عندك في الكتاب اهي بالظبط، هو الجلوكوز اللي انت كلت او الجلوكوز طلع في الجسم او الجلوكوز موجود في الدم، الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2 يدخله جوه الخليه بتاعت البيتا سيل اوف بنكرياس، ميتوكوندريا تحوله الاي تي بي، يقفل اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل، يعمل ديبولاريزيشن في الخليه، هذا الديبولاريزيشن يفتح كالسيوم تشانل، يدخل كالسيوم يريليز الانسولين اوف باي اكسوسايتوزس. عايز اقول ان الحته دي في غايه الاهميه، في سلايدز كده طول ما احنا ماشيين ان شاء الله هنقول هحتاجها. دي هحتاجها بقى في الاورال هايبوجلايسيميك دراج. بداوا يفكروا في ادويه تزود الريليز اوف انسولين تايب 2 لان ده اللي لسه موجود. طيب وانا ما عنديش انسولين فما اقدرش استخدم ادويه تحفز طلوعه، طلوعه منين؟ فالتايب 2 فكرنا في عمايل ادويه تخرج الانسولين من الخلايا بنفس هذه الميكانيزم. يبقى انا السلايد دي هحتاجها ان شاء الله تاني قدام. طيب دي انواع بقى الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر، انا لسه بقول لك اهو ان الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2 ده اللي بيطلع الانسولين
من البيتا سيل في البنكرياس. طب ايه انواع الجلوكوز ابتيك ترانسبورترز الموجوده عندي في الجسم؟ عندي لحد دلوقتي اللي معروف الفانكشن بتاعهم 5، لكن في بعض البيبرات اتقال ان وصلنا ل 13، لكن اللي احنا نعرفهم الخمسه دول. عندي 2 و4، عشان كده حتى نعملهم باللون الاحمر، هم دول اللي لهم علاقه جامده جدا بالانسولين، لكن 1 و3 و5 في الغالب ما لهمش علاقه بالانسولين. 5 اصلا استثنين من الموضوع ده، بتاع الفراكتوز، ده بتاع الابزوربشن والابتيك ودخول الفراكتوز جوه الجسم. 1 ده موجود مينلي في الار بي سيز وفي البرين، ده مسؤول عن المانداتوري ابتيك اوف جلوكوز جوه الخلايا، تعدية الجلوكوز في البلود برين بارير حتى لو ضد الكونسنتريشن جريدينت. البرين محتاج جلوكوز طول الوقت، فعشان كده في ابتيك ترانسبورتر لا علاقة له بالانسولين، لا علاقة له بالكونسنتريشن جريدينت، يسحب جلوكوز ويرميها على البرين غصب عن عين اي حد خالص في الخلايا. ده الابتيك ترانسبورتر 1. طيب يبقى انا كده استثنيت الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 5 المسؤول عن الفركتوز، 1 الموجود في البرين والار بي سيز، واهم حاجة البرين، وده تغذيه البرين بعيده عن اي حاجه في الدنيا، لا له علاقه بالانسولين ولا له علاقه باي حاجه تانية. الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 3 ده موجود في معظم خلايا الجسم، وده برضو ابتيك للجلوكوز، لكن اللي لهم علاقه بالانسولين اكشن 2 و4، 2 يطلعوا و4 يشغلوا. يعني ايه؟ احنا لسه قايلين حالا ان الجلوكوز يتاخد بالابتيك ترانسبورتر 2 في البنكرياتيك بيتا سيل، يقوم يعمل ريليز للانسولين، الانسولين اللي يطلع بيرد له الجميله بقى، يروح على الخلايا اللي بنسميها الانسولين ريسبونسيف تيشو، اللي هي الماسل والليفر والفات سيلز او الاديبوز تيشو، يستيميوليت طلوع الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 4 على الخليه على السيرفيس بتاعها عشان تعمل ابتيك للجلوكوز، ابتيك للجلوكوز. طيب ايه الحاجات اللي بتعمل لي ريجوليشن للانسولين سكريشن؟ دي لازم تبقى عارفها، في حاجات بتزود الانسولين سكريشن وفي حاجات بتقلل. دي اعرفها ليه؟ عشان لما اجي ادي العيان دواء هو اصلا دايابيتك وبياخد انسولين مثلا، وهديله الحاجات دي، ابقى عارفه ان الحاجات دي ممكن تزود الانسولين عنده فانت قلل له الدوز شويه. طب ولما ادي حاجات بتقلل الانسولين سكريشن وهو دايابيتك، خلي بالك ان انا بدي الدواء مضطره دي بقى، مفيش عندي غيره، خلي بالك ان انا هديه بيقلل الانسولين شويه، يبقى انا ازود انا جرعه الانسولين. يبقى لازم تبقى عارف مين اللي بيقلل ومين اللي بيزود عشان تلعب معاه في الدوز بهذه الطريقه. هتلاقي معظم الحاجات اللي بتزود الانسولين سكريشن جلوكوز، لو كل جلوكوز، الامينو اسيدز، ما هي الامينو اسيدز دي بتتحول في الجسم لجلوكوز، والفاتي اسيدز ممكن تتحول لجلوكوز، فبالتالي اكل عموما يقوم يزود الانسولين ريليز. الجات هرمونز هنشوف قصه بعد كده اسمها الانكريتينز هنحتاجها دي برضو، ادي تاني حاجه قلت لك هنحتاجها اهو. عندنا الجي ال بي 1 والجي اي بي اللي هو الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 والجي اي بي، دي عباره عن هرمونات بتطلع من انتستين ان ريليشن تو ميل، ما الانسان ياكل تطلع. وجدوا ان الرول بتاعها انها تروح على البنكرياس وتزود الانسولين ريليز. الجلوكاجون من الكاونتر ريجوليتوري هرمونز اللي هيزود الانسولين ريليز، الجروس هرمون، بعض الدراجز زي السلفينايل يوريا هتزود الانسولين ريليز، في مجموعه من الادويه في التايب 2 اللي انا عندي انسولين لسه هتشتغل عن طريق انها هتطلع الانسولين من البنكرياس. البيتا 2 ستيميوليشن والماسكارينيك ستيميوليشن هيزوده، والالفا 2 هيقلل، وبالتالي البلوكر على الالفا 2 هتزود الانسولين سكريشن. هنلاقي عكسها بقى اللي هم ايه اللي بيقللوا الانسولين سكريشن، السواتوستاتين انا لسه قايله لك ان هو يونيفرسال انهبيتوري في الجسم، البروستاجلاندين اي 1، الهايبوجلايسيميا طبعا مفيش جلوكوز مفيش انسولين، لسه قايله لك نفس القصه. بعض الدراجز زي السايازايد والدايازوكسايد والفيرابامين، الفيرابامين ده كالسيوم شانل بلوكر، العيان لو عنده الضغط وانت بتدي له فيرابامين تبقى عارف كويس قوي ان الانسولين سكريشن هيتاثر هيقل، يبقى تقلل له تزود له الدوز بتاعه الانسولين. الحاجات دي بس عشان تعمل فلاش كده احمر قدامك، عشان وانت بتعالج عيان دايابيتك وهتيجي تديله دواء تاني او الكيسس في العملي تبقى عارف كويس قوي ان هيبقى فيه تعديل لجرعات الانسولين اللي عندك. طيب الابزوربشن بتاع الانسولين، مفيش انسولين اورال تماما، خدنا قبل كده في الجنرال الانسولين بيكسر بالجاستريك انزيمز، عشان كده ما عنديش اورال انسولين. كل الانسولين بتاخد سبكوتينيوس انجكشن، وما عدا السوليابل انسولين او بنسميه الريجولار انسولين او الانسولين المائي، ده ممكن يستخدم انترا ماسكولار او انترا فينوس. والميتابوليزم بتاعه في الليفر والكيدني، الميتابوليزم بتاع الانسولين في الليفر والكيدني. ايه هي الفارماكو دايناميك بتاعت الانسولين؟ الفارماكو دايناميك بتاعت اي اورجان في الدنيا هي حاجتين، الميكانيزم اوف اكشن والاكشن. طيب الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل ازاي؟ نرجع في الجنرال كده كنا واخدين انواع الريسبتورز، كان في منها تيروزين لينكد ريسبتور،
هو من التيروزين لينكد ريسبتورز. الريسبتور بتاع الانسولين هي عباره عن اتنين جزيء ماسكين في بعض كده، اتنين الفا سب يونت جزء منها في الممبرين لكن بروجكت لبره، واتنين بيتا سب يونت جزء منها في الممبرين لكن بروجكت لجوه. لما بيجي الانسولين بيمسك في الاتنين مع بعض، عنده بوكيت كده بيمسك فيه الانسولين. هي تيروزين لينكد استيميليت تيروزين كاينيز ماسك في البيتا سب يونت جوه الخليه. التيروزين كاينيز ده بعد الاستيميليشن اوف ريسبتور والكونفورميشنال تشينجز اللي بتشغله يبتدي يستيميوليت مجموعه انزيمز جوه الخليه ويشغل الحاجات الاكشن اللي هي هتبقى ميديت الاكشن بتاع الانسولين. طيب اهو ادي الانسولين مسك في الريسبتور عمل كونفورميشنال تشينجز استيموليت تيروزين كاينيز، التيروزين كاينيز هو اللي هيعمل لي الاكشن بعد كده اللي جوه الخليه. دي رسمه تانية برضو توضيحيه للميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين. ادي الانسولين هيمسك بالريسبتور بتاعه، التيروزين كاينيز هيحصل له ستيميوليشن، هيطلع سبستريت اسمه انسولين ريسبتور سبستريت 1 في 1 و 2. الانسولين ريسبتور سبستريت ده هو اللي هيستيموليت نيوكليس انها تصنع بروتين. البروتين ده اوله ايه؟ جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 4، تصنعه وترميه على السطح عشان يدخل بيه جلوكوز جوه الخليه. نرجع تاني، جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2 و 4، 2 اللي بيطلع الانسولين موجود على خلايا البنكرياس، 4 اللي مديت الاكشن بتاعه موجود على الانسولين ريسبونسيف تيشو ليفر ماسل اند اديبوز تيشو، واللي بيطلعه ماسكه الانسولين في الريسبتور استيموليت النيوكليس ترانسكريبشن وميسنجر ار ان اي وبروتين يطلع ويصنع ويحط على سطح الخليه جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 4. ويعمل ايه تاني؟ كاسكيد من الاستيميليشن والانهبيشن لبعض الانزيمز الموجوده في الخليه. اختصار كده وتسهيل، كل ما له علاقه بتقليل البلاد جلوكوز ستيميوليتد بالانسولين، وكل ما له علاقه بزياده البلاد جلوكوز هيقل بالانسولين. يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ طيب نقول الاول الريجوليشن بتاع الانسولين ريسبتور والعلاقه ما بين الريسبتور والنمبر، وبعد كده نقول الحته دي تاني. ايه هي حكايه العلاقه ما بين الانسولين كونسنتريشن والنمبر بتاع الريسبتور؟ القصه زي ما احنا قلنا قبل كده اهو، اني الانسولين لما بيمسك في الريسبتور ويديني الاكشن ده، ايه اخره اللي بيحصل؟ ان الانسولين بالريسبتور يخش جوه الخليه، الكومبلكس ده بعد ما عمل الاكشن بتاعه يدخل جوه الخليه، يروح على الجولجي سيستم او الجولجي اباريتس يتنظف ويتظبط ويتظبط كده ويتنشف ويخرج جديد ريسبتور على الخليه من فوق، والانسولين يتكسر في الليفر والكدني زي ما احنا قلنا عليه، ويخرج لي ريسبتور كتير حلو جديد. طب لو انا عندي انسولين كتير، انسولين كتير 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 وشغال شغال شغال شغال، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى انسولين ريسبتور كومبلكس يخش هذه الانسولين ريسبتورز كلها جوه الخليه، داون ريجوليشن داون ريجوليشن، دخلت عشان عملت الاكشن بقى وبتتكسر في الجولجي سيستم، وبتاخد وقت على ما تتصنع وترجع على السيرفس تاني. ولو انت لحقتها بانسولين وتشتغل وتدخل تشتغل وتدخل، ده اكسهوستشن. ده اللي بيحصل مع ايه كده؟ واضح من الاسم، الاوبيز اللي بياكل كتير، كل ما ياكل جلوكوز انسولين يطلع اشتغل كتير، انسولين يطلع اشتغل كتير. عشان كده في الغالب العيان الاوبيز ده لسه قايله لك انه ممكن يبقى الانسولين عنده كتير اصلا. تبقى انت مثلا العيان بياخد انسولين وتلاقي عنده مفيش ريسبونس او اورال هايبوجلايسيميك ومفيش ريسبونس، تقوم تزود الدواء. لا، مشكلته مش في الدواء، ده عنده انسولين كتير زياده عن اللزوم، مشكلته انه بياكل. فانا اقلل له الاكل، مقلل الجلوكوز هيقل الانسولين شويه، هتتصلح قصه الانسولين سنسيتيفيتي دي. علشان كده العلاقه ما بين الانسولين كونسنتريشن والريسبتور، وجود الانسولين بكميه كبيره هيقلل النمبر اوف ريسبتور ويعمل داون ريجوليشن، وعرفنا ازاي بيخش جوه الخليه عشان يتظبط ويتنظف، ويقلل الريسبونس كمان، لان طبعا انت اكس هوست البوست ريسبتور ميكانيزم، اكس هوست التيروزين، اكس هوست الانسولين سبستريت، اكس هوست كل الانزيمز جوه الخليه، انت عمال تستهلكها وتجهدها. والعكس بالعكس، لو قللت الانسولين كونسنتريشن شويه هيبتدي الريسبتورز هتفوق ويزيد العدد بتاعها على السيرفس، وهيبتدي الريسبونس كمان يتحسن. دي نقطه مهمه جدا. طيب وبالتالي في الاوبيز اللي هو تايب 2 اوفر ايتنج، بياكل كتير، هايبر جلايسيميا، جلوكوز كتير، انسولين بيطلع كتير، يبقى العلاقه مع ريسبتور ايه؟ ديكريز النمبر وديكريز الريزيستنس. اقوم انا احلها ازاي؟ اقلل الفود انتيك، هقلل الهايبر جلايسيميا، هقلل الانسولين سكريشن، وهقل هقلل الانسولين سكريشن، وبالتالي هزود النمبر اوف ريسبتور وهزود السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتور عندي. يبقى ده انا حلتها له بهذه الطريقه، علاقه الانسولين كونسنتريشن بالريسبتور مهمه جدا. طيب يبقى ادي الاكشن اهي على الانسولين ريسبونسيف تيشو، ادي الانسولين،
يجي يمسك في الانسولين ريسبتورز اهي، دي كلها انسولين ريسبتورز اهي، على الانسولين ريسبونسيف تيشو اللي هي الليفر والسكليتال ماسل والاديبوس تيشو. هيعمل ايه؟ هيعمل كل ما له علاقه بديكريز البلد جلوكوز. بمعنى هيجي على الليفر، انا عندي فيه حاجات معينه بيعملها الليفر، بيعمل جلايكوجين سينسز. الجلايكوجين سينسز هو عباره عن ايه؟ ياخد الجلوكوز يحولها لجلايكوجين، يعني بيخلصني من الجلوكوز. طب تفتكر الانسولين هيعمل عليه ستيميشن ولا لا؟ طبعا طالما بيخلصني من الجلوكوز. العكس، جلايكوجينوليسز، الجلايكوجين يتكسر ويطلع جلوكوز، يبقى الانسولين هيعمل عليه ايه؟ انهيبيشن طبعا. طب الجلوكونيوجينيسز اللي هو تصنيع الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدرات، هيعمل عليها ايه؟ انهيبيشن، تصنيع جلوكوز انهيبيشن، كل ما له علاقه بطلوع الجلوكوز في الدم هيقلل الانسولين. طيب تعالى هنا نشوفها على المصل، على كل هذه الاورجنز رقم واحد هيزود الابتيك بتاع الجلوكوز والاستخدام بتاعه، ابتيك واستهلك، تغذيه الخلايا كلها جلوكوز. طيب الانسولين از ان انابوليك هرمون، هرمون بنائي، عشان كده حطها في حلقه في ودنك وهحتاجها ان شاء الله في الاخر، ان اول مشكله، اول ادفيرس افكت او التاني لاستخدام الانسولين هو الويت جين. العيان اللي بياخد حقن انسولين بيجي لك الشكوى الاساسيه بتاعته ويقول لك انا بتخن، لانه انابوليك هرمون. طب ما هو موجود فينا كلنا، ما بنتخنش ليه؟ عشان هو جوه الجسم ده ربنا خلقه سبحان الله، زي الكورتيزون بالظبط، ما هو موجود فينا كلنا، لكن اللي بياخده من بره ممكن يعمل له مشكله. ما علينا، يبقى دي اول مشكله ان هو انابوليك هرمون فممكن يعمل ويت جين. طب انابوليك يعني هيعمل ايه؟ يعني هيجمع الامينو اسيدز ويحولها لبروتين. طب هيكسرها؟ لا، ده هو هيمنع تكوين تكسير البروتين الى امينو اسيدز. رقم ثلاثة بقى، هيمنع الامينو اسيدز دي حتى لو موجوده انها تستخدم في الجلوكونيوجينيسيس ويتصنع منها الجلوكوز. يبقى ده الافكت على المصل او الافكت على البروتين. طيب بالنسبه للافكت بقى على الفات سيل، ايه القصه بتاعته؟ هيبني ليبيدز ولا هيكسرها؟ لا طبعا، هيزود اللايبوجينيسيس ويقلل اللايبوليسيس، هيقلل تكسير الترايجلسرايد ويزود تصنيع الفات. طيب في بقى رابط اكشن للانسولين، اول ما بيتاخد على طول دخول الجلوكوز جوه الخلايا، ده اكشن مهم جدا. تاني اكشن رابد وسريع وبيحصل على طول، تاخد بالك من ثلاثه مايكرو نيوترنت في الجسم بيدخلهم جوه الخلايا مع دخول الانسولين، والانسولين داخل كده بيسحب معاه بوتاسيوم وكالسيوم وفوسفيت. طب تهمني في ايه دي؟ تهمني ان انا لما هاجي اقول لك بعدين، ادي تريكات اهي بحتاجها، هنحتاجها على طول دلوقتي واحنا بنتكلم. لما اجي اقول لك بعد كده في الديابيتك كيتو اسيدوزس اللي ما فيهاش انسولين ومضطره ادي انسولين، هتلاقي بدي رقم واحد انسولين، رقم اتنين بوتاسيوم كلورايد. ليه يا عم بتدي بوتاسيوم كلورايد؟ عشان انا اديت انسولين بيدخل بوتاسيوم جوه الخلايا، يبقى بسرعه عشان ما يحصلش عنده هايبوكاليميا ادي بوتاسيوم كمان. طيب وادي الاكشن ده تلخيص للاكشن اللي فات، الاكشن على الكربوهيدرات، كل ما له علاقه بزياده البلاد جلوكوز هيقل او هي انهبيتد، وكل ما له علاقه بتكريس البلاد جلوكوز هي ستيميوليتد. اهو انكريس الابتيك واليوتيلايزيشن، انكريس الجلايكوجين ستورج وانهبيت الجلايكوجينوليسيس وانهانس الجلايكوجينيسيس وانهبيت الجلوكونيوجينيسيس. بالنسبه للبروتين، انابوليك انكريز الابتيك وامينو اسيد ويزود تصنيع البروتين وانهبيت البروتين ديجراديشن والتكسير. بالنسبه للفات، انسولين انكريز اللايبوجينيسيس وانهبيت اللايبوليسيس عن طريق اتنين انزيمز مهمين جدا 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 جدا، اوعى تتلخبط فيهم. عندي اتنين لايبوبروتين لايبيز في الجسم، اتنين انزيمز اسمهم لايبوبروتين لايبيز، واحد فيهم ستيميوليتد بالانسولين وواحد انهبيتد بالانسولين. اوعى تتلخبط في الحته دي لانها بتلخبط جدا، واي حته طبعا بتلخبط بنجيبها ام سي كيو. ما علينا، فهو اكتيفيت او ستيميوليت الاكسترا سيلر او سيرم لايبوبروتين لايبيز، وانهبيت الانترا سيلر تراي جلسرايد لايبيز. يبقى تاني ما تتلخبطش في الحته دي، انا عندي الانسولين بياكتيفيت الاكسترا سيلولار لايبوبروتين لايبيز اللي ماشي في السيرم اللي ماشي في الدم، هو ايه الفانكشن بتاعه؟ انه يعمل كليرانس للترايجلسرايد، يشيل الترايجلسرايد يرميها على الليفر يخلصني منها، وده بيحصل بيستيميليشن للانسولين، ياخد ويرمي على الليفر على طول يصنعها ليبيد. طيب التشو لايبوبروتين لايبيز ده جميل قوي، القصه بتاعت التشو لايبوبروتين لايبيز ده بقى، ده اللي بيكسر الترايجلسرايد عشان يستخدمها. امتى يستخدمها؟ في حاله عدم وجود الجلوكوز. في حقيقه الامر الانسولين بيعمل له انهبيشن للتشو لايبوبروتين لايبيز عشان يمنع استخدام الليبيد في الغذاء، يستخدم جلوكوز، انا عندي جلوكوز في الدم، ابتيك واستخدم، ابتيك ويستخدم. الانزيمز ده له علاقه بحاجتين مهمين جدا، بالديابيتك كيتو اسيدوزس
وبالكيتو دايت، عارفين الايرا الجديده بتاعت الكيتو دايت؟ اكيد سمعتوا عنها. الفكره بقى في ده او في ده، ان الانسولين مش موجود، فبالتالي الجسم مش عارف يستخدم الجلوكوز. استخدم الجلوكوز في وجود الانسولين، طيب هسيب الجسم كده يبوظ مفيش اي حاجه يستخدمها؟ لا، هضطر استخدم الفات، هضطر استخدم احرق الفات. البروتين بيتحرق بس بنسبه صغيره، لكن الوقود اللي بعد الجلوكوز على طول هو الايه؟ الفات. يبتدي يكسر في الفات بالتشو لايبوبروتين لايبيز اللي هو انهبيتد في وجود الانسولين. ما عنديش انسولين يشتغل التشو لايبوبروتين لايبيز، تكون النتيجه انه يكسر الترايجلسرايد اللي في الخلايا ويطلع لي منها مكونين اتنين، الجليسرول اللي بيستخدم في الجلوكونيوجينيسيس يصنع منه جلوكوز. ما انا ما عنديش بقى، او عندي بس ما فيش انسولين يدخله لي جوه الخلايا، فاستخدم الجليسرول عشان اعمل جلوكونيوجينيسيس، او ويكسر لي بقى الترايجلسرايد الى جليسرول اعمل له منه جلوكونيوجينيسيس ويطلع لي فري فاتي اسيدز. الفري فاتي اسيدز دي اللي هتطلع لي الكيتون بودز. ايه هي الكيتون بودز؟ اللي هي الاسيتون والاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيتريك اسيد، اللي هي بتطلع في عدم وجود الانسولين. في عدم وجود الانسولين هو ده قصه الكيتو دايت اللي احنا بنتكلم عنه، ان مفيش جلوكوز. ما كل الكيتو دايت بقى مختلف، انا عندي انسولين بس ما باكلش جلوكوز فما بطلعش انسولين، فبيبتدي الجسم يكسر في الفات. يكسر في الفات ازاي؟ يكسر في الفات بالطريقه دي، خلاص مفيش جلوكوز، يبقى الانزيم ده مش هينهبيتد، هيشتغل على الترايجلسرايد يحولها الى جليسرول عشان يصنع منها الجلوكوز ويستخدمه ويطلع الكيتون بودز. الكيتون بودز دي لما هنيجي ناخد في الدايبيتيك كيتو اسيدوزس بتعمل انوركسيا، بتخليه مش جعان او مش عارف ياكل. دي فكره الدايبيتيك كيتو اسيدوزس او عدم وجود الانسولين. طيب ده شرح مبسط للانسولين، مش مبسط قوي يعني، بس هو ده شرح للاكشن بتاع الانسولين، لما يدخل ويعمل انسولين ريسبتور سبستريت، وبعد كده يبتدي يطلع الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 4، وبعد كده يشتغل على الليفر وعلى التصنيعات الحاجات اللي احنا مختلفه اللي احنا قلناها. دي تجميع على الاكشن بتاع الانسولين. جو يعني بيزود كل ده، ستوب يعني انهبت كل ده. تعالى بص هتلاقي انهبت الجلوكونيوجينيسيس جلايكوجينوليسيس لايبوليسيس، دي تجميع للكلام اللي احنا قلناه كله. طيب ايه هي السورسز اوف انسولين؟ طب هو الانسولين بقى خلاص مش موجود، وعلاج تايب 1 هو انسولين، اجيبه منين؟ اول حاجه زمان كان الانيمال انسولين، بداوا بيعملوا ريسيرشز وابحاث ويطلعوا ويجيبوا، فطلعوا يا اما البوفاين يا اما البروكاين. البوفاين ده بتاع البيف بتاع الابقار، كان الاختلاف ما بينه وما بين الهيومن انسولين في 3 امينو اسيد. البروكاين ده بتاع الخنازير بورك، من اسمه بروكاين، الاختلاف في امينو اسيد واحد بس. يعني كل السيكونس بتاع الانسولين اللي احنا خدناهم قبل كده اللي هم التو دايسل بوليبوبتايد تشينز ودايسلفويد بونز متشابه، ما عدا 3 امينو اسيد، وده ما عدا 1 امينو اسيد. ايا كان فهو انتيجينيك، فهو مش بتاعي، مش الهيومن. فطلعوا حاجه ثانيه اسمها الهيومنايزد، ان هم ياخدوا جزيء الانيمال انسولين ده يشيلوا الثلاثه امينو اسيد بتوع البورك ويشيل بتوع البيف ويشيلوا الواحد بتاع البروكاي ويصلحوه ويعملوا لي هيومنايزد، يعني انيمال انا احوله لهيومن، وبرده ما زال انتيجينيك لانه مش بتاعي. فبالتالي النوعين الاولانيين دول لحد كبير انتهى استخدامهم. الهيومنايزد انسولين اللي ما زال موجود شويه طبعا عشان هو ارخص، واي حاجه ارخص ما بتتشالش بسهوله. طيب ايه بقى الحديث بقى دلوقتي والحاجات الاحدث دلوقتي؟ الريكومبيننت انسولين. يعني ايه ريكومبيننت؟ يعني جاي من الريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي، ياخد الهيومن انسولين يا اما يحقنه في ييست خميره وابتدي يعمل لها تكاثر تقوم تطلع لي الانسولين البروتين بتاعها الانسولين والمه والمه واظبطه واخده، او الانالوجز بقى الانسولين انالوجز دي ايرا احدث تماما 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 تماما، وحاجه جميله جدا 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 جدا، هي عباره عن شبيهات الانسولين. شبيهات الانسولين يعني جزيء انسولين مغيرين فيه لاعبين فيه شويه، وهنقول الكلام ده بعدين. طيب ايه هي الانسولين بريباريشن؟ احنا دلوقتي عرفنا السورسز، كان في انيمال ده زمان هيومنايزد الانيمال وبنعدله، الريكومبيننت بقى اللي متصنع بالتقنيه الحديثه اللي هو ان انا اصنع هيومن انسولين او انالوج، العب في جزيء الهيومن شويه عشان اطلع حاجات انا محتاجاها، وهقول لك ان شاء الله ازاي. ايه هي الانسولين بريباريشنز اللي موجوده عندي؟ اه هذا الجدول طويل عريض، اهم حاجه فيه تعرف المسميات بتاعته، ان الرابيد اكتنج اللي بنسميهم احيانا الترا رابيد او الترا شورت، ودول انالوجز، انالوجز مش انسولين انالوجز، دي انسولين انالوجز. لسبرو اسبارت اند جلولايزين، الاسامي مهمه جدا، لسبرو انسولين لسبرو واسبارت والجلولايزين. انا اهم حاجه عندي ايه؟ الانست. خلي بالك كده بيشتغل بعد قد ايه؟ من 5 ل 15 دقيقه. ايه قصه من 5 ل 15 دقيقه دي؟
يعني المفروض ان انا البيك بعد الاكل تساويها بدايه انسولين سكريشن. انا ما عنديش انسولين، فكنت بقول للعيان زمان ما كانش عندنا الا الريجولار انسولين او الشورت اكتنج اللي هو ده اللي بيشتغل بعد نص ساعه، كنت بقول للعيان حضر خد الحقنه وبعدين ابدا بس رص السفره كده وعلى ما يعدي نص ساعه هتاكل. الايرا الجديده اللي حصلت مع الانالوج اللي ممكن ياخد الحقنه ويقعد ياكل في ساعتها، ما تتخيلش ده سايكولوجيكال بنفيت للعيان قد ايه، بالذات مثلا في ايام الصيام العيان ممكن ياخد الحقنه وياكل على طول، مش مضطر يستنى النص ساعه اللي كان بيستناها ويكون اهله كلوا. دي طبعا بنفيت رهيبه جدا. طيب وفي بعد كده الانترميديت اكتنج ان هو بيشتغل بعد ساعتين، وفي بقى اللونج اكتنج بيشتغل بعد من 4 لـ6 ساعات. شوفوا اللونج اكتنج ده الديوريشن بتاعته ايه، ممكن يوصل ل 24 ساعه 36 ساعه في بعض الانواع. والبري ميكسد انسولين، يعني ايه بري ميكسد انسولين؟ انا عندي لسه قايله لك ان الانسولين اللي بيتفرز في الجسم طريقتين، بيزل انسولين مانداتوري طول الوقت وبيكس بعد الاكل، ميكسد بقى انا حاطه فيه النوعين، بدل ما ادي للعيان حقنه تعوض لي البيزل وحقنه بعد كل اكل تعوض لي البوست برانديال بطريقه معينه وبتركيبه معينه، عملنا البري ميكسد حاجات مخلوطه مع بعضها. طب ليه كل الانواع دي ما ينفعش اخلط منها حاجات مع بعضها؟ لهذا السبب اللي انا بقول لك عليه، لان يعني عندي الريجولار انسولين في منه فورمين اتنين بيتباعوا في السوق، يا اما اسيدك يا اما نيوترال. نيوترال ما عنديش مشكله لو اتخلط، الاسيدك بقى مشكله لو اتخلط مع حاجه الكالاين. وفعلا البروتامين زنك انسولين بيزد ايضا، والبروتامين زنك انسولين ده الكالاين، طب حطيتهم مع بعض بوظوا بعض. يبقى ما اقولش اما اقول للعيان انا كاتبه لك لونج اكتنج وشورت اكتنج، ما هو ده الطبيعي بقى، لونج اكتنج عشان كفرج طول اليوم والشورت بعد كل اكله، اقول له ما تخلطش استرنجات الا اذا انا كنت مديله حاجات ممكن تتخلط اقول له ممكن تخلطها. يبقى انت تنبه للعيان على حسب الانواع اللي انت كاتبها. طيب في عندي برضو الانسولين جالارجين ده لونج اكتنج، وبالتالي بيتاخد سنجل انجكشن ات نايت، ده اسيدك اسيدك، يبقى تيك كير ما يتخلطش مع نوع تاني. انا عايزه اقول لك من الحته دي انك مش كل الانواع تتخلط مع بعضها، النوع بس اللي بري ميكسد وبيتباع بري ميكسد انا اقول للعيان خده كده. السلايدز اللي بعد كده ده بيقول لك ان الانسولين في السوق هو صحيح زي ما انت شايف كده، عندي ليسبرو اسبارت والجلولايزين والاسامي التانية زي النيوترال بروتامين، وعندي الالترالينت، وعندي حاجات مش عارف ايه، السوق فيها اسامي مختلفه بقى. السوق عندي مثلا اللي هو الريجولار انسولين له الاسامي دي، مونودار والهيومادور والاكترابيد، دي كلها اسامي لحاجه واحده باسامي الشركات، بتتباع باسامي الشركات. نفس القصه برضو في ده في اللونج اكتنج انسولين بريباريشن، عندي الالترا لينت هيومالين ده شركه ليلي، عندي شركه فورماك دي دي، شوف دي اسامي معينه، عندي الجالارجين ده لانتوس، عندي الديترمير ليفيمير، دي كلها اسامي لحاجات موجوده في الشركات لحاجه واحده لمركب واحد او مكون. طيب ايه بقى هي قصه الانسولين انالوج على السريع كده عشان تبقى عارفها برضو وفاهم يعني ايه انسولين انالوجز. الانسولين انالوج ده ايه اللي مرسوم قدامنا ده؟ ده جزيء الانسولين اللي انا كنت بتكلم عنه في الاول خالص، اللي هما 2 دايسلفويد بولي بوبتايد تشين ومعاهم 2 دايسلفويد بونز اللي هي الالفا تشين والبيتا تشين. بداوا يفكروا الانسولين الجزيء بتاع الانسولين ده اللي هو الريجولار انسولين العادي اللي احنا بنستخدمه بشغل بعد نص ساعه. طيب انا عندي عشان اعمل حاجه تشبه الطبيعي بتاع اي بني ادم على وجه الارض عايزه بيزل وعايزه بوست برانديال، فعايزه حاجه تبقى لونج اكتنج وعايزه حاجه رابيد اكتنج عشان تشتغل بعد الاكل على طول. طب ده بيشتغل بعد 30 دقيقه، اعمل منه ازاي حاجات بتشتغل بعد 5 دقائق؟ مسكوا جزيء الانسولين ده يعملوا تغيرات بسيطه جدا فيه، ما اقدرش اعمل تغيرات ميجور. ليه ميجور؟ عشان هيبقى انتيجينيك، هيبقى انتيجينيك، الجسم هيطلع له انتي بودي، انتي بودي. طيب وليه يبقى افضل محافظ عليه انه مشابه تماما لجزيء الانسولين؟ عشان الريسبتور يتعرف عليه، يبقى انا محتاجه حاجتين اتنين لازم يتوفروا، ان يفضل الريسبتور متعرف عليه يقدر يبايند الريسبتور، ويبقى تاني حاجه ما يبقاش انتيجينيك. فبداوا يمسكوا جزيء الانسولين يبتدوا يحركوا حته بحته حته بحته ويبدلوا حاجه ويحطوا حاجه لحد ما طلعت معاهم انسولين انالوج. هو انسولين بس انالوج مشابه للانسولين، طلع منه هذه الانواع. دي الرسمه دي بتختصر الانواع اللي موجوده والتغيرات اللي حصلت، زي مثلا الانسولين ليسبرو اللي هو اللون الايه الاصفر ده، فهو كان في البوزيشن 28 و29، الطبيعي بتاع الهيومن كان برولين ولايزين، الامين اسيد برولين لايزين، قام جايب قلبهم عامل اللايزين الاول بعدين البرولين وسماه من اسمه كده ليسبرو، لانه القلبه بتاعته كانت لايزين برولين في البوزيشن ده، ونتج عندي انسولين ليسبرو بيتوفر فيه كل المقاومات اللي هو محتاجها، بيمسك في ريسبتور مش انتيجينيك وبيشتغل بسرعه،
دي كلها ترايلز اتعملت. نفس القصه بقى الاسبورت والجلارجين والديترمير، نفس القصه. شوف بس الديترمير بقى عشان يطولوا الديوريشن بتاعه، شوف قام حاطط تشين زياده، فاتي اسيد تشين زياده جانبيه، دي الانسولين انالوج. تعديلات بسيطه في جزيء الانسولين نتج عنها كل اللي انت محتاجه، شورت اكتنج لونج اكتنج بانواع واشكال مختلفه، وفي نفس الوقت هي هيومن انسولين، يعني مش انتيجينك، يعني بتمسك في ريسبتور وتديني كل اللي انا محتاجه. طيب احنا لسه قايلين ان روت اوف ادمنستريشن بتاع الانسولين ما عنديش الا سبكوتينيوس وانترا ماسكولار وانترا فينس، الريجولار بس اللي هو النيوترال انسولين اللي هو الرابيد انسولين هو ده الموجود بس في الانترا ماسكولار انترا فينس في الامرجنسي. طيب في ترايلز ان هم يستخدموه بروت تانية، في محاولات دلوقتي عديده جدا لاستخدام اورال والاستخدام بكل الطرق، طبعا لسه ما نجحش منها غير الحاجات اللي احنا بنقول عليها بقى الجايه دي اللي هو النيزل سبراي او الانهاليشن والانسولين انهاليشن اللي هو الاكسبرا الموجود في السوق واللي لسه ما ثبتش استخدامه او استخدم فعلا بس مش في كل الدول موجود عندها. يمكن بيواجه مشاكل كتيره جدا جدا ان السيرفس اريا بتاعه اللنج مش متساويه في كل الناس، فبالتالي الوصول للدم البايو افيلابيلتي بتاعته تبقى فاريبل، عند واحد السيرفس اريا كويسه والامتصاص كويس هتبقى عاليه، عند واحد سي او بي دي مثلا او سموكر او هتقل السيرفس اريا، فبالتالي الاكشن بتاعه، ولان طبعا الاكشن هيعتمد على الافيلابيلتي اللي وصل للدم، فالاكشن بتاعه مش ثابت في كل الناس. طيب الميثودز اوف ادمنستريشن، الطريقه بقى اللي بيتاخد بيها، هو خلاص انا عرفت انه بيتاخد سبكوتينيوس، طب هيتاخد ازاي؟ الطريقه القديمه اللي هي البلاستيك سيرنج اللي هي السرنجه والسرنجه اللي بتاعت الانسولين الرفيعه دي والفايل، او الانجكشن بند الايرا الجديده بقى القلم، او الاحدث والاحدث والاحدث الانسولين بامب اللي هي مضخه الانسولين سواء معاها او ما معاهاش الجلوكوز سنسور، وده اللي هنقول عليه ان شاء الله. طيب ادي رسومات بتوضح لنا ده الطريقه القديمه بتاعه الانسولين اللي هو الفايل ومعاها الحقنه، ادي الحقن دي سرنجه الانسولين بتبقى متقسمه باليونتس عشان احنا عارفين الانسولين بيتاخد باليونتس، وادي الفايل بتاعته العيان بيستخدم اليونت المحدده له ويحقن نفسه بيها. بعد كده كان الألم بقى، ده بقى الشياكة كلها، يعني الموضوع بتاع السرنجة والحقنة أو الأمبول والحقنة ده كان بيبقى محرج جدا، لو طالب لو دكتور لو مدرس لو أي حد مضطر إنه يوقف ميعاد الأنسولين بتاعه، يوقف حياته ويبتدي يعبي السرنجة ويحقن نفسه، فكانت نفسيا إلى حد كبير بتبقى مش لطيفة. فبدأ الألم ده يعمل إيرا جميلة جدا جدا جدا، هو ألم شيك جدا بتحط في جيبه بالشكل اللي أنت شايفه، شكل الألم بالظبط قدامك مش عارف اصلا ان هو قلم انسولين الا اذا كان بيستخدمه زيه زيك يعني، او بعد الشر عنكم طبعا. فبيتظبط اهو، بيتظبط من هنا كميه اليونتس اللي المفروض الانسان هياخدها، وبيشيل الغطاء وبيحقن نفسه في الاماكن بتاعه الحقن بتاعه الانسولين اللي احنا هنقولها، شكله لطيف جدا وبيتملي باي نوع انت عايزه. ودي اشكال تانية من الالم اهو اهو، ده شكل وده شكل اهو، وده ميكس ده اهو، شوف بقى ده بقى ميكس ده اهو كمان، يعني مش بس في نوع واحد، ده ميكس، ده قلم اهو في ليفيمير بس اللي هو لونج اكتنج بس اهو، وممكن يحقن بقى مرتين، ياخد اللونج اكتنج بالليل ويبتدي ياخد الايه بعد كل اكله الشورت اكتنج، ده كمان عملوا قلم بري ميكسد اهو، ميكسد الانسولين بتاعك جواه عشان يستخدمه مره واحده، ما يضطرش يبقى فيه كذا انجكشن. في على فكره بقى حاجات بتتملي، ده كارتليج، يعني ده يتشال الكارتليج اللي فيه ويتعبى تاني، يتحط كارتليج تاني، او في اقلام بعد ما تخلص بتترمي، يعني في النوعين، في بتعاد ملقاها تاني وفي بيخلص ويترمي. ده ايه بقى؟ ده الاكسبرا، وده عندنا كده الاكسبرا اللي هو الانهيلد انسولين، ده الجهاز اللي نزل في بعض الدول وفي دول تانيه لا، ده اللي هو الاكسبرا الانهيلد انسولين. الاكسبرا ده بقى الانهاليشن انسولين، او شايف ده الجهاز بتاع الانهاليشن اهو اهو اللي بتشفط بيه اهو، وبعدين الانسولين يدخل، بيدخل عن طريق اللنج، اتفقنا ان هو بيعمل مشكله كبيره اهو، الانهيلد انسولين او الاكسبرا موجود على فكره في بعض الدول فيها الانسولين اهو، دي طريقه ودي طريقه لاخدانه اهو، نفس بتاع الجهاز بتاع الانهاليشن اهو، لكن زي ما احنا قلنا لسه البايو افيلابيلتي بتاعته مش واحده، مشكله كبيره جدا في العيان اللي عنده سي او بي دي او عنده ازمه او عنده اي مشكله في اللنج او سموكر، ده مشاكل كتيره جدا، فبالتالي لسه ما
بقاش استخدامه شائع قوي ولسه عليه ترايلز كتيره جدا. ده بقى الجهاز الجميل جدا اللي هو الانسولين بامب، ده ايرا جديده جدا 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 جدا، يكاد يكون حاجه اسمها زي الارتفيشال بنكرياس. يعني ايه؟ ده عباره عن جهاز متعبي، وده هو ده الانسولين بامب الجهاز الجديد، بيبقى دايما متعبي بالانسولين، الكميه اللي هيحتاجها المريض ده متخزنه فيه، وبيبقى وزقه زاويه سنسور، انسولين سنسور، اسفه جلوكوز سنسور، يا اما هو هيحس بالبلاد جلوكوز بنفسه لو متوصل بالسنسور ده، او انت هتضطر تحلل وتشوف، لكن هو جهاز متعبي بالانسولين عندك. وزقه زاويه سنسور، هو سواء كان بسنسور او مش بسنسور، هو له الكترود كده بيتحط تحت الجلد، سبكوتينيوس. سبكوتينيوس ليه؟ عشان الانسولين يطلع منه سبكوتينيوس، تدوس على الزرار ينزل جرعه الانسولين سبكوتينيوس. طب ايه الفرق في اللي فيه سنسور واللي ما فيهوش سنسور؟ اللي فيه جلوكوز سنسور بيحس بالجلوكوز في الدم، والجلوكوز زاد يقوم هو من نفسه يطلع كميه الانسولين اللي انت محتاجها واللي متظبط عليها الجهاز في الدم على طول. طب اللي مش فيه جلوكوز سنسور، لا يا عم، ده انت اللي هتبقى تحط لنفسك. لو قست السكر ولقيت السكر عالي، هتدوس على الجهاز يطلع الكميه اللي انت محتاجها اللي متظبط عليها. طب لو العكس بالعكس وهكذا. يبقى الفرق ما بين اللي فيه سنسور واللي ما فيهوش سنسور، ان اللي فيه سنسور بيقول لك الليفل بتاع سكرك كام ويطلع على قده، اللي ما فيهوش سنسور انت اللي هتحقن نفسك بيه. ايه مشكله الجهاز ده؟ مشكلته انه غالي جدا، غالي جدا جدا كمان، طبعا ما اقدرش اركبه لاي عيان. رقم اتنين، ان مش كل عيان يقدر يستخدمه، ده لسه عمال اقول لك هيتحدد جرعه فيه، هتدوس على زرار، لو العيان مش اوير واوبن والمايند بتاعته عاليه، تعليمه كافي، مش هيقدر يستخدمه. مشكلتي كمان الانفكشن، العيان ده عباره عن ايه؟ بص تاني بقى سلايد اهي، ده عباره عن شوف قنوات صغيرة جدا عشان تنزلي الانسولين وتحقنه سبكوتينيوس لو اتسدت لاي سبب، لو حصل انفكشن منه، طبعا عرضة لكل هذه المشاكل. ولكن الى الان هو طبعا افضل واكتر طريقة تتحكم لي في السكر للي يقدر عليها. طيب بعد كده بقى الاسسمنت اوف دايابيتيك كنترول، ازاي تعرف ان العيان بتاعك ده ماشي صح وبياخد جرعته صح والدنيا مظبطه معاه؟ اقيس طبعا الجلوكوز في اليورين، وقيس الكيتون بودز، لو في كيتون بودز يبقى اكيد الانسولين مش متظبط، لو السكر عالي يبقى الانسولين مش متظبط، فقيس البلاد جلوكوز برضو. طيب افرض العيان هو عارف انه جاي لك، فالاسبوع اللي قبل ما يجي قام مظبط اكله كويس جدا، عملت له جلوكوز صايم لقيته اقل من فعلا من ال 100 او حتى 80 او 80 ل 100، وعملت له البوست برانديا لقيته اقل من 140 او اقل من 200، ما هو بدايه ال 200 بوست برانديا يبقى ده دايابيتك، لقيته قليل، اقول العيان ده كويس وماشي كويس؟ لا، ده انا عايز اعمل له اتش بي اي 1 سي اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي او الجلايكوزيليتد هيموجلوبين، ده بيديني ديتكشن للثلاث شهور اللي فاتوا، العيان ده مش هيضحك عليا بقى، ده كان مظبط نفسه ولا مش مظبط نفسه، او الفراكتوزامين، بس الفراكتوزامين ده ديتكشن لمده شهر، يعني يقول لي الشهر اللي فات ده العيان كان مظبط ولا لا، يبقى الاتش بي اي 1 سي يقول لي ثلاث شهور قبلها، والفراكتوزامين بيقول لي شهر قبلها العيان مش مظبط مظبط ولا مش مظبط. طيب ايه هي الكومبليكيشن اوف انسولين ثيرابي؟ على فكره انا في حاجات قلتها وانا ماشيه. رقم واحد قلت ايه؟ اي حد بياخد انسولين او بياخد دواء يزود افراز الانسولين، الشكوى الاساسيه عنده ايه؟ ويت جين. بس دي رقم اتنين مش رقم واحد. طب ايه رقم واحد والموست كومن والموست سيريوس والموست دانجرس واللي لازم تاخد بالك منها؟ هايبوجلايسيميا. ليه الهايبوجلايسيميا؟ هايبوجلايسيميا تموت اكتر من الهايبرجلايسيميا، البرين ما يتحملش قطع الجلوكوز اكتر من 3 4 دقائق، ده مشكله كبيره جدا. الهايبوجلايسيميا ريبريزنت اكسس انسولين، تحصل في اي وقت من اليوم، دي تحصل مع العيان اللي بياخد انسولين او بياخد اي دواء يزود الانسولين ريليس، انتي دايابيتك يعني يزود الانسولين ريليس. يعني هقولها تاني ان شاء الله في الجزء التاني واحنا بنتكلم عن الاورال هايبوجلايسيميك دراج اللي بتزود افراز الانسولين ان شاء الله. طيب ايه البريسيبيتيتنج فاكتور؟ امتى العيان كده بالمخ يخش في هايبوجلايسيميا؟ زود الجرعه، زود الجرعه بتاعت الانسولين فبالتالي دخل في هايبوجلايسيميا، خدت جرعه وما كلش، ما انا لسه قايله لك لازم يبقى فيه جلوكوز عشان هو يشتغل عليه، طب خد الجرعه وما جاش ما كلش، هو هيقلل الجلوكوز اللي موجود في الدم اللي هو اوريدي اصلا قليل، يخش في هايبوجلايسيميا. ليفر اند رينال ديزيز، العيان ده عنده ليفر اند رينال ديزيز، هايبوبيتيوتريزم ادرينال انسفشنسي، لارج دوز من الانسولين، مزديميل، اكسسيف اكسرسايز، هو اكل الاكل المظبوط بتاعه، احنا عارفين ان اليونتس بتاعت الانسولين محسوبه على قد جرامات الكربوهيدرات، خدها مظبوط بس عمل اكستنسيف اكسرسايز قللت عنده البلاد جلوكوز. طيب
ايه هي المشكله بتاعته دي السيمتومز دي رسمه بتلخص لي سيمتومز هيدك امبير ديفيجن سويتنج ديزنس هانجر هانجر بين بيحصل عنده هانجر بين اللي معدته كده جعان جعان وتحس فيه انقباضات في المعده من كتر الجوع انكزايتي اللي عنده بيبقى اريتابل جامد جدا البرين داخل على مرحله ما عندوش الغذاء بتاعه قد تنتهي بالكوما والدس اذا ما لحقتوش بالكوما بالدس اهم السيمتومز اللي بتحصل مع الهايبوجلايسيميا هي الادرينرجيك سيمتومز هي ستيميليشن للسمباثيك نيرفس سيستم فاكرين لما كنا بنقول في البيتا بلوكر ان احنا مش بنحبها في العيان الديابيتك لانها بتقفل لي الاويرنج سيمتومز بتاعه الهايبوجلايسيميا اهي ان المفروض ان العيان بيحصل عنده انكريس في السمباثيك وانكريس في الادرينالين يحصل نيرفسنس يحصل بالبيتيشن يحصل سويتنج لو انت خدت بيتا بلوكر هتقفل الساينز دي وكنا بنقول في البيتا بلوكر مش بنحبها في عيان السكر طيب العيان ده اعالجه ازاي اعالجه ازاي بصوا شايفين البونبوني اهو دي اهم حاجه اعالجه بيها لو العيان بياكل وبيبلع حاجه مسكره عشان كده تلاقي معظم عيانين السكر ماشيين بحاجه مسكره في جيبهم طب ما بيبلعش والعيان جاي لك كوماتوز يبقى هدي جلوكوز او هدي جلوكاجون بالانجكشن يبقى انا دلوقتي عيان بياكل هديله اي حاجه مسكره بس حاجه من تمتص بسرعه مش اكل عادي يعني سكر عسل بونبونايه طب لو مش بيبلع يبقى هضطر ان انا اديله انترافينوس جلوكوز او ان انا اديله جلوكاجون علشان كاونتر ريجولاتوري هرمون للانسولين عشان ازود بسرعه الجلوكوز في الدم طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على اول كومبليكيشن للانسولين ثيرابي هي الهايبوجلايسيميا وقلت ما تنساش حطها حلقه في ودنك اي انسولين او حاجه بتزود الريليز اوف انسولين يبقى اول حاجه عندي في الادفيرس افكت هايبوجلايسيميا طيب ايه تاني حاجه حاجتين بنسميهم مع بعض لايبو ديس تروفي يعني لايبو ده ليبيد ديس تروفي يعني لخبطه في الليبيد ازاي بقى عندي ممكن يعمل حاجه اسمها لايبو اتروفي يعني ليبيد اتروفي يعني ايه بصوا شوفوا ده السايتس بتاعت الانجكشن اهو تبص تلاقي شوفوا حته متداخله لجوه كده التيشو تحتها اتدمر ده سببه ايه انتيجين انتي بودي ريدكشن حصل بعديها تكسير في الخلايا طيب علاجها ايه تشينج التايب اوف انسولين غير النوع وعلى فكره عشان اقول لك بقى ما عادتش الحاجات دي بتتشاف بعد الهيومن انسولين الحاجات دي كانت بتتشاف زمان مع الانيمال انسولين البورك والبيف كان ممكن نشوف الكلام ده لكن الانسولين الجديد ما عدناش بنشوف الكلام ده خالص ولو انت غيرت نوع الانسولين الحاجات دي بتروح وفي بقى اقول لك حاجه كمان انهم احيانا بيقول لك لو حقنت جوه الحته دي انسولين جديد من الجديد بقى الهيومن بتروح اصلا في بعض الناس بتروح فيها يبقى اهم حاجه عندي تبقى عارف لايبو اتروفي يعني الليبت حصل له اتروفي انتيجن انتي بودي رياكشن واتكسرت الحته بتاعت الليبت في المنطقه بتاعت الانجكشن علاجها غير النوع طيب لايبو هايبرتروفي بالعكس بقى ان الليبت من كتر الانجكشن في المكان ده انتيجن انتي بودي رياكشن برضو بس بدل ما يكسر زود تضاعف الخلايا وحصل لها اكسار في العدد غير السايت احقن في سايت تاني وبرده نفس القصه احيانا لما بيحقنوا في الحته دي بيبتدي يتحسن الموضوع تماما يبقى هو ده اللي احنا بنسميه لايبوديستروفي عشان هو لخبطه في الليبد في منطقه الحقن في السابكوتينيوس تيشو طيب ايه تاني المشكله الرابعه اللي ممكن تقابلني الانسولين الرجي زيه زي اي حاجه في الدنيا ما هو مش بتاع الجسم يعني مش هو ده اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى هو صحيح طبعا قلت تماما 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 احنا ما عدناش تقريبا بنشوف الحاجات دي بعد الهيومن انسولين والانسولين انالوجز ما عدناش بنشوفها لكن كانت بتتشاف زمان كتير هي عباره عن ايه يا اما الرجي لوكال في سايت اوف انجكشن هي شويه ريدنس واتشنج او سيستميك بقى توصل للانافيلاكسز ان العيان يخش فيه ارتيكاريا او انافيلاكتيك رياكشن او اميولوجيكال انسولين ريزيستنس للانسولين اللي بيستخدمه يحصل له انتي بودي او تحصل الاكتيفيتي بتاعت الانسولين انزيمز تزيد جدا وطبعا شوف العلاج بتاعها ايه تشينج للهيومن انسولين عايز اقول لك ان احنا اصلا تقريبا ما عدناش بنشوفها بعد الهيومن انسولين والانسولين انالوج الجديده اللي احنا بنستخدمها طيب بعد كده لسه قايلها حالا الويت جين يبقى انا دلوقتي طول ما انت ماشي العيان اللي بياخد انسولين او دواء بيطلع الانسولين هيبقى عندي مشكلتين فيه الويت جين والمشكله الثانيه ايه الهايبوجلايسيميا طيب وقلنا ليه ويت جين لانه انابوليك هرمون بيزود تصنيع الفات بيزود تصنيع تراكم الفات ويزود تصنيع البروتين ويمنع تكسيرهم الادفيرس افكت السته واللي بتلخبط شويه اللي هي سموجي افكت او السودو ريزيستنس ايه هي السموجي افكت او السودو ريزيستنس ده سؤال مهم قوي في الشفوي وحاجه لطيفه جدا مش لطيفه طبعا للعيان بس لطيفه انك تعرفها يعني ايه هي القصه فيها هي عباره عن انسولين بالليل جرعه زايده شويه
او ياخد الجرعه وما ياكلش كميه الكارب اللي تساويها، احنا المفروض نحط الكارب على قد الانسولين عشان يحرقوا بعض، يبقى او الانسولين يحرق الكارب، يبقى ما عنديش مشكله. فبالتالي عندي انسولين عالي او كارب قليل، المفروض ان هيبقى بالليل عنده هايبوجلايسيميا، هايبوجلايسيميا بسيطه، لانها لو هايبوجلايسيميا كبيره العيان ده ممكن يموت، لكن هي هايبوجلايسيميا بسيطه. يبتدي يحصل كاونتر ريجولاتوري هرمونز تطلع، يصحى الصبح عنده هايبر جلايسيميا. طيب ايه مشكلتها؟ انك لما يجي لك العيان بيشتكي لك انه الصبح بيقيس يلاقي عنده هايبر جلايسيميا، تقوم انت تقول ده عنده مشكله في جرعه الانسولين، ده انا زودها. لا، ده هي المشكله ان جرعه الانسولين زايده اساسا، فبالتالي بتعمل لي هايبو جلايسيميا وتطلع الكاونتر ريجولاتوري هرمونز. يبقى ده لازم اتابعه بالليل، يقيس بالليل ويقيس الصبح عشان اعرف افرق، لان علاجها ايه؟ اقلل الانسولين مش ازوده. الاحظ ان هي ايه مشكله السموجي، السموجي افكت ده مشكلته ايه، وبنسميها سموجي فينومينا. مشكلتها انها سود ريزيستنس، هي مش ريزيستنس حقيقي، هو الانسولين شغال وشغال كويس جدا لدرجه انه بيعمل هايبوجلايسيميا بالليل، تزود الكاونتر ريجوليتوري هرمونز تؤدي الى انه يصحى الصبح عنده هايبر جلايسيميا. علاجها ديكريز الانسولين دوز وليس انكريز. لاحظ اهو ديكريز وليس انكريز، الماوس مش شغال كويس اهو، ده ديكريز وليس انكريز، ده المشكله اللي بتطلع معايا. ودي لازم تفرقوها من حاجه اسمها الدون فينومينا او الدون افكت. ايه الدون افكت؟ ده عباره عن واحد الصبح بيصحى عنده هايبر جلايسيميا، هايبر جلايسيميا بس، ده ما فيش نكتورنال هايبر جلايسيميا، ده هو لخبط او السكر عالي فعلا، فبالتالي حصل الصبح عنده هايبر جلايسيميا. يبقى بفرق العيانين الاثنين دول من بعض، الاثنين الصبح جايين لي بهايبر جلايسيميا، بس واحد من زياده جرعه الانسولين بالليل ده اللي هو الايه؟ السموجي، وبالتالي انا هقلل له الانسولين، اعرف ازاي ايه الصبح وبالليل، والتاني اللي هو الدون ده نتيجه لان هو فعلا الجرعه قليله، ده بقى علاجه ان انا هزود له الانسولين. تكير من الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ولازم تبقى عارف الفرق ما بينها. طيب ايه هي الانديكيشن اوف انسولين ثيرابي؟ مين اللي بديله الانسولين؟ طبعا تايب 1 رقم واحد، تايب 1. طيب امتى اديه في تايب 2؟ هو ده سؤال شهير جدا 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 في الشفوي وفي كل حته، امتى ادي العيان هو تايب 2 واديله انسولين؟ امتى؟ لما يكون انا خلاص اديته الاورال هايبوجلايسيميك وفشل. احنا عارفين ان في مرحله في تايب 2 هو عباره عن ديكريس في الانسولين سكريشن، في مرحله ما بتتكسر خلايا البيتا سيل. في بعض الناس طبعا مش كلهم، في واحد يفضل مكمل طول عمره على الاورال هايبوجلايسيميك ما عندوش مشكله، او مظبط اكله فبالتالي ما بيحتاجش يشفت على الانسولين، لكن سونر اور ليتر نسبه كبيره جدا من العيانين تايب 2 بتبتدي تفشل عندهم خلاص الاورال هايبوجلايسيميك، لان البنكرياس خلاص بيكسهوست وتقريبا البيتا سيل بتنتهي، فمضطر ان انا اشفت على الانسولين. طيب دايبيتك كيتو اسيدوزس ده ايمرجنسي كونديشن، ده ما ينفعش استخدم فيها لا الانسولين. كوما لاكتيك اسيدوزس، كل الايمرجنسي كونديشن شفت على الانسولين على طول. اكيوت اند كرونيك كيدني ليفر اند كيدني ديس اوردرز، ده ايمرجنسي كونديشن. بريجنانسي اند لاكتيشن، لان الاورال هايبوكلاسيميك دراج تراتوجينيك، حملت شفت على طول على الانسولين. او لو هي جستيشنال دايبيتس ما عنديش، ما تفكرش في الاورال هايبوكلاسيميك دراج، انسولين على طول. الانفكشن سيرجري اكيوت هارت اند سيريبرال ديزيز، اي ايمرجنسي كونديشن لو العيان ده بياخد اورال هايبوجلايسيميك دراج وقف يا عم الاورال وشفت على طول على الانسولين تماما تماما. طيب دي بقى الانديكيشن بتاعه الانسولين ثيرابي اللي هي امتى ادي للعيان انسولين. طيب ايه الريجمن بتاع الانسولين؟ ايه هي الطرق اللي بيتاخد بيها؟ لازم تبقى عارف ان الطرق بيتاخد بيها بحاول على قد ما اقدر ميمك الطبيعي اللي في الجسم، يعني بحاول اشابه اللي بيطلع في الجسم اللي هو بيزل وبيكس بعد كل اكله، او اشابه على قد ما اقدر الطبيعي اللي في الجسم، ان انا عندي بيزل وبيكس بعد الاكل، فبالتالي عندي الريجمن هتبقى ماشيه على كده. ادقهم وافضلهم طبعا اللي هو بيعمل لي تايت كنترول، يعني يتحكم شويه عاليه في البلاد جلوكوز، هو الريجمن الاخير ده اللي هو انجكشن الجلارجين. الجلارجين ده لونج اكتنج ات ذا ايفنينج، يعني واحد انجكشن بالليل مره واحده جلارجين لونج اكتنج، ومالتيبل انجكشن بعد كل اكله، فالمره كان اتنين كان ثلاثه، بس طبعا في الغالب ده انا بقول له ثلاث مرات واظبط له كميه الانسولين على قد الكارب اللي بياكله او الكربوهيدرات اللي بياكلها. فبيتاخد واحد لونج اكتنج يتاخد ات ذا ايفنينج، وبعدين انجكشن قبل كل اكله بالليسبرو. طيب في طريقه تانية؟ في طريقه تانية ان انا استخدم سنجل ديلي انجكشن 30 دقيقه قبل البريكفاست، ده 30 دقيقه يبقى ايه الريجولار انسولين قبل الاكل، 30 دقيقه قبل الاكل ميكسد، ميكسد اهو 70 انترميديت و30 ريجولار،
وده مره واحده في اليوم، ده في البدايه خالص لما يكون اصلا كميه الانسولين اللي بياخدها العيان مش كبيره، فاقدر اديها له كلها الصبح بس متقسمه تلتينها ريجولار، تلتينها اسفه لونج اكتنج، والتلت ريجولار، يعني 30% شورت اكتنج و70% لونج اكتنج. ده مهم قوي، طول ما انت ماشي على طول هتبقى ماشي كده 70 لونج و30 شورت. ال 30 دي بتكفر ايه؟ بتكفر اللي على طول هياكله، هو بيفور بريكفاست، يعني ال 30 دي هتغطي لي البريكفاست، والانترميديت اللي هم ال 70 دول هيغطوا لي بقيه اليوم. ده لما يكون اصلا سكره مش عالي قوي ومش محتاج انسولين كتير. طب بقى زادت قوي بقى انا مضطره اديله مرتين في اليوم بقى، حقن مرتين او اكتر بقى، بس بقسمهم تلتين. دي مهمه، التقسيمه دي مهمه قوي، تتسال فيها مهمه قوي. تلتين الجرعه اللي انت حسبتها بتاعت اليوم، زي مثلا هياخد 50 يونت في اليوم، يبقى تلتينها الصبح وتلتها بالليل، واجي على كل جرعه يعني التلتين بتوع الصبح اقسمهم برضو 70 30، والتلت بتاع بالليل برضو اقسمه 70 30، 70 لونج و30 شورت. او ان انا مالتيبل ديلي انجكشن انترميديت وريجولار، اجي قبل كل اكله ادي ريجولار والانترميديت برضو اقسمه زيها زي الايه، زي بتاعه اللونج اكتنج والسبورتي. دي الثلاث انظمه اللي ممكن ادي بيهم الانسولين ثيرابي. طيب ايه بقى الدايابيتك كيتو اسيدوزس؟ حاجات من الحاجات الخطيره جدا. يبقى انا خدت اتنين حاجتين خطر جدا وانا بتكلم عن الانسولين، الهايبوجلايسيميا خطر جدا، الهايبر جلايسيميا، بس الهايبر جلايسيميا الكوما مش هايبر جلايسيميا العاديه، يعني العيان ممكن يوصل سكره 400 وما يخشش في دايابيتك كيتو اسيدوزس لانه عنده لسه انسولين كافي يمنع الكيتون بودز اللي احنا لسه قايلينها. طيب ايه هي بقى الدايابيتك كيتو اسيدوزس او الغيبوبه السكريه الكيتونيه؟ هي عباره عن لايف ثريتند ميديكال ايمرجنسي. كان يجي لنا سؤال كده ان شاء الله لما تبقوا في بطن في سنه سته، ايه هي الميديكال ايمرجنسي؟ ده واحد من الميديكال ايمرجنسي دايابيتيك كيتو اسيدوزس، ده العيان ده لازم يخش مستشفى ويتعالج. دي بتحصل زي ما فاكرين في الاول قلنا مينلي تايب 1 لان سببها غياب الانسولين، فمين اكتر معرض؟ تايب 1. فيري رير انها تحصل لتايب 2، لكن مش عندي حاجه اوبسوليت، يعني ممكن تحصل في تايب 2 بس فيري رير. على فكره احيانا العيان بتاع تايب 1 اول تشخيصه بيبقى جالك بدايابيتك كيتو اسيدوزس، بيبقى مش عارف ان عنده تايب 1 دايابيتس الا من دخوله في دايابيتك كيتو اسيدوزس. نسبه كبيره جدا 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 من عيانين تايب 1 اول ما بيجي لك على طول بيجي بدايابيتك كيتو اسيدوزس. طيب واحد زي ما اتفقنا ان واحده من اخطر المشاكل اللي ممكن تقابلك في علاج الدايابيتس او الامرجنسي اللي ممكن تقابلك هي الهايبر جلايسيميك كوما او الدايابيتك كيتو اسيدوزس. قلنا ايه هي المانيفستيشن بتاعها؟ المانيفستيشن ان العيان ده يجي لك كوماتوز، في الغالب بيبقى جاي كوما، ممكن ما يبقاش كوماتوز بس يبقى قاس السكر لقى عالي جدا وبدا يبتدي يشتكي بقى من الحاجات اللي هي قدامنا في الرسمه دي، فريكوانت يورينيشن، اكستريم سيرست، عطشان جدا، يقيس البلاد جلوكوز يلاقيه ارقام خياليه، فوميتنج ونوزيا، ابدومينال بين. ابدومينال بين مهمه جدا جدا جدا، لما تيجي انت تقيس الكيتون بودز في اليورين تلاقيها عاليه جدا. العيان ده ممكن يجي له كونفيوزد رابيد بريزنج. من الساينز المهمه جدا في هذا العيان انه في البدايه بيبقى عنده تاكيبنيا، يبقى عنده تاكيبنيا اهي رابيد بريسنج، بس بعد كده للاسف بيدخل في حاجه اسمها الكوزمون ساين. كوزمون ساين دي تساوي اير هانجر، العيان ده عايز يلقف اي نفس، فتلاقي ان ده مش طبيعي، نلاقي البريسنج بتاعه ديب وسلو، كاركترستيك جدا اسمها كوزمون ساين او كوزمون بريسنج. دي من الاسيدوزس، تحصل مع الاسيدوزس يحصل ان اير هانجر، محتاج كل لحظه هواء، فبالتالي يبقى البريسنج بتاعه ديب وسلو وعايز يشفط كميه اكسجين على قد ما يقدر. الكوزمول ساين دي من الحاجات المهمه جدا في الشفوي، مهمه جدا في الام سي كيو، وبشخص بيها برضو الدايابيتك كيتو اسيدوزس، مهمه جدا جدا من الساينز المهمه على العيان. العيان ده بيجي فتيك، بيبقى فيه فروتي سميلنج، تشم ريحته تلاقي ريحه الفواكه المعطنه شويه كده، الفيس بتاعه فلاشد جدا، سويتي عرقان بشكل مش ممكن ومحمر، دراي ماوس، عطشان ودراي ماوس جدا. دي الساينس بتاعه الدايابيتك كيتو اسيدوزس، السيمبتومز اللي انا هشوفها على العيان. العيان ده من الفوميتنج واليورينيشن عنده ديهايدريشن جامد جدا، عنده تاكي كارديا، واهم حاجه الكيتون بودز الموجوده في اليورين. طيب ايه هي اسبابها؟ احنا اسبابها غياب الانسولين تماما. يعني ايه غياب الانسولين؟ يعني كل خد الانسولين بس خد اكل كان اكتر بكتير، اكسس فود انتيك، الانسولين معرفش يعوضه، او ما خدهاش، كل من غير ما ياخد الحقنه، او خد كميه قليله جدا، او دخل في ستريس فور كونديشن زودت النيد. فاكرين الاسباب اللي في الاول كده اللي احنا كنا بنقولنا بانها بتزود النيد؟ دخل في انفلاميشن، دخل في بعد اوبريشن والدكتور نقله بسرعه تاني للاورال هايبوجلايسيميك،
دوز عاليه من الستيرويد، دخل في بنكرياتايتس، اي كونديشن زودت احتياجه للانسولين ممكن تدخلي في القصه دي. يعني القوز بتاع الدايبيتيك كيتوزيس تساوي تكريز الانسولين، زي ما كنا بنقول الهايبوجلايسيميا ده ميديكال ايمرجنسي بس سببها زياده الانسولين وقله الاكل، هنا العكس تماما، قله الانسولين وزياده الاكل. تتعالج ازاي الدايبيتيك كيتو اسيتوزيس دي؟ تتعالج بالريجولار انسولين. ليه ريجولار انسولين؟ ليه؟ ها حد يجاوب عليا يقول لي ليه ريجولار انسولين؟ لان ده الوحيد اللي بتاخد انترا فينس اند انترا ماسكولار في الامرجنسي. لسه هدي بقى سبكوتينيوس وعلى ما يشتغل. اه صحيح التانيين بيشتغلوا 5 ل 10 دقائق بس، ده انا بدي انترا فينس بيشتغل في ساعتها، لو اتاخد انترا فينس بيشتغل اتوانس، فطبعا ما عنديش علاج هنا الا ريجولار انسولين. الدوز بتاعته 1/10 يونت لكل كيلو في الساعه، بحسب الوزن واضرب في 1/10 وادي عدد اليونتس بس على مده ساعه. ري ايفالويشن اند موديكيشن، كل شويه هتقيس السكر وتظبط جرعه الانسولين، مش هتدي دواء تفضل ماشي عليها، كل شويه هتقيس السكر وتظبط الانسولين وهكذا. كوركت الديهايدريشن والاسيدوزس، المشاكل اللي عندك هي اسمها دايابيتيك كيتو اسيدوزس، يبقى انت هتصلح الاسيدوزس وهتصلح الديهايدريشن. هتدي صوديوم بايكربونيت عشان الاسيدوزس، هتدي جلوكوز. ليه هدي جلوكوز؟ عشان يبتدي يستخدمها ويوقف استخدام الفات. ادي انسولين ومعاه جلوكوز 5% عشان يبتدي يستخدم الجلوكوز، وبدي كمان وعشان البرين اديما، عشان البرين اديما الجلوكوز ده طبعا من الحاجات اللي بتسحب الميه من البرين، وبدي بوتاسيوم كلورايد. فاكرين قصه البوتاسيوم كلورايد دي؟ فاكرين لما قلت الانسولين الرابيد اكشن بتاعه بيدخل لي 3 مايكرو نيوترينت مهمين جدا للخلايا فيهم البوتاسيوم، وعشان كده في الدايبيتيك كيت اسيدوزس لما هدي انسولين هدي معاه بوتاسيوم كلورايد عشان افويد الهايبوكاليميا. وفي الاخر لازم اعالج السبب، اشوف السبب ده هو زياده في الاكل، خلاص اديني هديلي الانسولين وهبتدي اظبطه واعمله ري ايفالويشن، ولو هو انفكشن هبتدي ادي انتي بايوتيك عشان علاج. دي بقى في الاخر بعض البريكوشنز اللي انت تبقى عارفها وانت بتقولها للعيان. على فكره العلاج مش بس ان انا اكتب دواء، ان انا اكتب دواء واتاكد ان العيان بياخده صح، واتاكد انه بيستفيد الى اقصى درجه. بمعنى مثلا شوف عندك هنا بيقول لك ان تشينج السايت مهم جدا. اولا دي سايتس اوف انجكشن بتاعت الانسولين، دي الحتت المسموح حقن فيها الانسولين، مش اي حته سبكوتينيوس وارميها وخلاص. دي السايت الفرونت اوف ذا ساي والميديال ساي، والحتت دي الارم والابدومن، دي الحتت اللي افضل اماكن لحقن الانسولين. تشينج السايت مهم جدا مش بس عشان افويد بعض المشاكل اللي احنا قلناها قبل كده، بيقول لك ان الاريا الجديده امتصاص الانسولين بيبقى فيها افضل، فلازم اقول للعيان غير السايت كل شويه. من الحاجات المهمه جدا برضو ان العيان لو هيعمل اكسرسايز، لو العيان هيعمل اكسرسايز بقى خلي بالك الدوز، لان الاكسرسايز ده اكسلريت الابزوربشن بتاع الانسولين من السايتس سبكوتينيوس، فخلي بالك من الدوز، تقعد من العيان ده تعمل له ريجمن كويس جدا يخليه يتحكم في السكر كويس، ما يخشش منك في مضاعفات لا هايبو ولا هايبر جلايسيميا. افضل حته الابسوربشن واسرع حته الابسوربشن هي الابدومين، لكن كل هذه السايتس تنفع. طيب ليه انا بقول ان انا لازم اتكلم مع عيان عشان اوصل معاه لاكتر حاجه ما تعمليش هايبو او هايبر جلايسيميا؟ علشان الكومبليكيشن، الهايبو او الهايبر جلايسيميا اللي ممكن تحصل مع الدايبيتس مش مشكلتها بس قله وزياده السكر، مشكلتها ان الدايبيتس ده ميتابوليك فاسكولار ديزيز، بيضرب البلاد فيسلز السمول بلاد فيسلز ويعمل لي حاجات اسمها انجيوباسي، يعني يبوظ البلاد فيسلز، يبوظ الكلى، يبوظ العين، يبوظ زي ما هنشوف ان شاء الله في المره الجايه بعض السلايدز هحطها لكده، علشان انا اتجنب كل الحاجات دي. فالتايت جلايسيميك كنترول كويس جدا، تايت يعني احاول امشيه مظبوط، البلاد جلوكوز بتاعه مظبوط، ما عدا بعض الحالات اللي تاخدها بعد كده في الكلينيكال ان شاء الله. لو العيان كبير في السن او العيان صغير في السن انا ببقى خايفه الاكستريميتيز دي يخش مني بسرعه في هايبو او هايبر، فلكن دي حاجات كلينيكال اكتر ان شاء الله. هنا وصلنا لنهايه الجزء الاول، وان شاء الله باذن الله هنبتدي نتكلم عن الجزء الثاني اللي هو الاورال هايبوجلايسيميك دراج. ثانك يو.